السلام عليكم. في هذا الدرس رح نعمل الكلاس رح نعمل نمرة 5 ونمرة 6 البيرسونا فيور، ونعمل بيرسونا فيور تيست. تمام. طيب نيجي هنا، طبعا ممكن تنسخ هذا النسخ، نقول له سيلكت وتعمله هنا بيرسون فيور نسخ، وبنيجي هنا بنعمل كلاس، باجي بقول له هنا اعمل لي كلاس اسمه بيرسون فيور. تمام. والبيرسون فيور هتعمل ايش؟ بتحطه زي ما انت نسخته. هاي عندك البيرسون فيور، طبعا الاسم مش مطابق، باجي بقول له اعمل لي هنا رينيم. رينيم، ضغط عليه ضغطة، اوكي، قال لي هنا apply، يس، تمام. ما ضبط، قبل لا، تمام. هنا عملت هنا بيرسون فيور. بعد كده ايش حاجه اعمل هنا؟ حاجه اقول له اعمل لي بيرسون فيور تيست. حاجه اقول له بس ننسخ الاسم هذا، ونقول له هنا ديفولت نيو، باجي بقول له هنا بس ارسل لي اياها تيست. هلا هذه التيست ايش حتحتوي؟ هي الان منها الكلاس دايجرام تبعها، هاي الكلاس دايجرام تحتوي على اوبجكت من بيرسون فيور، حتحتوي على اوبجكت ستودنت وامبلوي وليكتشر، وهنعمل ايش؟ مين. تمام. نيجي نعمل الكلام هذا. اول شيء ايش حاجه اعمل هنا؟ حنشي اوبجكت من بيرسون فيور، سمي مثلا بي في ستودنت اس، هنا ايش؟ ستودنت اس 1، هنا ليكتشر ال 1، امبلوي E1. تمام. تمام. بعد كده باجي بقول له اعمل المين. هاي عملنا المين، فبنيجي هنا نقاء، هنا بقول لك انت بداخل المين حتعمل انشاء للاوبجكت. طب انا هنا ايش؟ طب انا اللي هنا ايش عملته؟ انا اللي هنا عرفته، عملته ديكلير بس، لكن ما عملتلهوش كرييت. كيف بدي اعمل كرييت؟ باجي بقول له بي في ويساوي نيو بيرسون فيور. تمام. انا كده ايش عملت؟ عملت انشاء. هاي اول وحده خلصناها. تمام. طيب هنا البيرسون فيور بي في. طيب تمام. ليش هنا المشكله؟ عشان انه هذا لازم يكون ايش؟ استاتيك. تمام. هذا لازم يكون استاتيك، عشان كده ايش هنا المين من المين هي ايش؟ استاتيك. تمام. طبعا انت ممكن هذا كله تحطه جوا، يعني مش هتفرق كتير. تمام. يعني ممكن تحطه هذا كله جوا تعرفه بدل ما تعرفه برا، وبدل ما تحط استاتيك. تمام. لكن انت الاختيار لك. طيب قال لك هنا كمان بدك تنشئ لي ستودنت اس 1 ويساوي نيو ستودنت. الستودنت بياخد النيم، مثلا اسمه محمد، مثلا هنا الايميل تبعه محمد جيميل دوت كوم، مثلا اللي هو الفصل تبعه مثلا ال A، يعني الشعب الليكتشر ال 1 ويساوي نيو ليكتشر. هنا اسمه علي، باجي بقوله هنا علي دو علي at hotmail.com. طبعا هنا حط دوت، حطيت فاصلة هنا اللي هو السبجكت، مثلا مثلا اي تي، لا بدرس مثلا مادة اللي هي جافا. في عندي هنا كمان الامبلوي، حاجة اقول له هنا الاي 1 ويساوي نيو امبلوي. هنا مثلا اسمه مثلا تامر، هنا باجي بقول له تامر ياهو دوت كوم، الديبارتمنت الاي تي. تمام. هذا هي بالنسبه للكلاس بيرسون فيور. طب قلت انا ليش عملت هاي؟ بقول لك انت عشان تعمل فيو، عشان تطبع البيانات. تمام. لكل مين؟ لكل اوبجكت انا انشاته. كيف بدي اطبعها؟ قلت انا كيف بدي اوصل لداله الفيو؟ عن طريق اللي هي البيرسون فيور. تمام. مش البيرسون فيور بتحتوي على فيو، وهي بتاخذ بيرسون، يعني ممكن تقبل ستودنت، ممكن تقبل ليكتشر، ممكن تقبل امبلوي. فباجي بقول له هنا البي في دوت اللي هي الفيو. تمام. ايش حتاخذ؟ داتا مثلا اس 1، حاجه اقول له بي في دوت فيو، لا الاس 1 عفوا اللي هي ال 1، حاجه اقول له البي في دوت فيو، لا الاي 1. تمام. لو جيت نعمل هنا ران، تمام، حلاقي انه هيطبع لي البيانات. نيجي بس هنا يعمل ران، زي ما شايفين هاي البيرسون هذا اللي اسمه محمد، اللي هو طبعا هو ستودنت، بقول لك انه هو في الفرع A،
تمام، يعني الشاب ايه هنا ايش علي بدارس جافا، هنا البيرسون كمان تامر بيشتغل في الديبارتمنت اي تي. هذه انا بس هي فكره البيرسون ريفيور، انه بس كيف نستخدم الاوبجكت اورينتد. شوف الثقه دي، السلام عليكم.